اذا طلعت لك حلقه الليله راكي محظوظه، لانه غادي تخرجي منها وانتي ولا انت نشطي نفسيا. حكايه اميره اللي غادي تشارك معنا فيها عبره زوينه لما احبت وطال الانتظار وفقدت الامل، حكايه اللي غادي تعجبكم وبامتياز. فما تمشيو فين وجدوا شي جلسه زوينه واجيو عطوني وديناتكم. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه. انا المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد اينما كنتم، شادين طريق، خارجين، كتاكلوا في الكوزينه، كطيبوا اي حاجه كديروها، انا دائما هنا معكم. اذا كنت جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدردك. ولكن قبل، اذا مازال ما انضميتيش للعائله شنو باقي مازال كتسنى؟ وخليني نقول لكم بانه ما بقى لينا والو ونكملوا 400 الف مشارك لهذه القناه. بون ماشي 400 الف كامله كتفرج فيها، 30% منا كتفرج فيها ولا 40%، ولكن هاد 40% ولا 30% اللي هي مخلصه لهذه القناه كنشكركم بزاف من القلب، لانكم بكم كتخليوا هذه القناه انها تبان عند ناس وحد اخرين وتنضموا لنا. قناه للاستفاده مع تعليق الجميله اللي كتخليوا ليا، فهذا الشيء يبهج القلب. شكرا لكم دائما وابدا. ما عنديش صراحه مع الاحتفالات نتاع 50000 100000 200 3000 لا، ولكن المهم هو الوجود ديالكم، تعني ليا بزاف ديال الحوايج. والتعليق ديالكم الجميله، والماشي حد يكتشف هذه القناه وتيقول ليا بدلت فيها شي حوايج ولا، هذا هو الربح عندي من هذا الشيء كامل. المصداقيه ثم المصداقيه. وما كرهتكمش لتحت تخليوا لي تعليق واش فعلا تلات فيكم القناه شي حاجه ولا بحال اي قناه. ضرني راسي بغيت نعرف. وهذا الشيء اللي كاين، فخلي ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم استعدوا يلا لنبدا. انا اميره، حليت عيني وسط واحد العائله اللي هي ميسوره بوالديا بخوتي، وكبرت ما خاصني حتى شي خير، واللي كنت كنبغيها كنلقاها. قبل ما ندخل لكم في تفاصيل حكايتي، هو الاول غادي نقربكم واحد شويه من عائلتنا، او بالاحرى من ماما وبابا. بابا فاش تزوج بماما كان انسان اللي هو واصل بدارو وبخدمته، وخدا ماما اللي حتى هي من عائله ميسوره واخا ما كانوش من نفس الجهه. كانت ماما من واحد الجهه اولا القبيله اللي نيه والله يعمرها دار، وبابا وعائلته من واحد القبيله اللي هي صعيبه وفيهم السم والحقد. لما شافوا تزوج بماما من ديك الجهه، جدا الله يرحمها كانوا واخدين فكره في الشكل على ماما، واخا هي انسان الله يعمرها دار. بابا صعيب شويه لكن دير ماما في عينيه، وكيقول ليها اللي بغيتيه دخليه لدارك، واللي ما بغيتيهش ما تدخليهش. كان كيتفاهم معاها ومساندها وماشي معاون معاهم عليها، داكشي اللي خلاها انها تصبر معاه. ولكن لما تزوجوا من بعد 4 سنين على زواجهم، بداو المشاكل تيخرجوا من الجنب، واللي ما معروفينش شنو السبب ديالهم، بحال انهم ينعسوا يفيقوا يهزوا الحلم من البلاصه اللي كانوا فيها ويمشوا لبلاصه اخرى. من بعد غادي يعرفوا مع الوقت بلي انهم بلي شي حاجه دارت لهم من طرف شي حد من العائله، شي فقيه هو اللي قال لهم بلي انه مدير لكم شي حاجه باش انكم ترجعوا لبلاصتكم. فبقى داكشي تابعنا، وبابا فين ما ولا كيحط يديه كتعكس ليه شي حاجه، ولا كيجي شي امر اللي يخليه يحبس كلشي، وماشي غير معاه ولكن معنا كاملين. المهم واخا هكاك بقينا عايشين مستورين، واخا كانوا كيوقعوا لينا شي حوايج، المهم عمر شي حد ما ساق لينا الخبر باللي انه عندنا شي مشاكل. وحتى والدينا ما كانوش من النوع اللي كانوا كيوصلوا لينا المشاكل ديالهم. ماما ما كانش كتخلي المشاكل ديالها انهم ياثروا فينا وحاضنانا، وكنا كنشاركوها كلشي، فيها صاحبتنا وفيها اختنا. المهم خوتي كل وحده في خواتاتي قرات وخدمات خدمات اللي كانوا زوينين وتزوجوا وداروا وليدات الحمد لله. وعلى ذكر هاد العكوسات اللي كانت كتوقع وسط العائله ديالنا، واحد اختي كانت منين كتبغي تمشي تخطب تيكون عندها كل شيء مزيان، حتى فجاه داك الشخص تيمشي ويخبر ولا كترى شي حاجه. اختي زعما انسانه اللي سبحان الله كل شيء تيقول عليها بلي انها ايه من الجمال، ولكن اللي جا يخطبها غير هو تيوصل للدار تيطج، حتى غادي تبع الرقيه واحد المده الى ما غير ذلك. تزوج اللي خلاها انا تزوج، واخيرا بعد بزاف ديال المعاناه والعكوسات. المهم غير باش تكون عندكم واحد الفكره كيفاش العائله ديالنا. اما عني انا كنت في قرايتي ماشي مجتهده، ولكن تنقرا باش انني ننجح وصاف، حتى وصلت للباك شديته ودخلت الجامعه. طفولتي بكل ما فيها لا انا ولا عائلتي كانت بخير الحمد لله. فاش دخلت الجامعه ما كنتش كنقرا داكشي اللي بغيت، كنت غير كنمشي وكنجي. لكن قبل في الايام الثانوي غادي نتعرف على واحد الشاب في الفيسبوك ديالي، وكنتهضروا عادي لا اقل ولا اكثر، حتى غادي تقطع ما بيناتنا الخبار لمده 3 سنين. دازوا سنوات وانا دخلت الجامعه، حتى لواحد النهار غادي يصيفط لي ويقول لي اميره انا راني ما نسيتكش وراك بقيتي ديما في بالي. هذا الشاب كان كبر مني ب5 سنين،
انا كنت صراحه مستبعده هذا الكلام حيتاش ففكرتي انا ذاك كانت اذا كنت غادي ندير شي علاقه اللي غادي تسالي بالحلال خاص هو يكون كبر مني. علاش؟ لانه كنت ديما كنشوف خواتاتي مزوجين برجالات اللي هما شاربين عقلهم وكبار وواصلين، حتى غادي تكون عندي هذه الفكره نتاعهم خصو يكون كبير عليا خدام بمستقبله الى ما اخره. انا هذا الشاب في الجدوى معايا كان انا ذاك يلاه بدا كيشق طريقه ويلاه بادي واخا ما بيناتنا 5 سنين. المهم جدوى معايا وقال لي بلي انني ما نسيتكش، وهذه المره راني رجعت باش انني نقول لك واش تقبلي تكون ما بيناتنا واحد العلاقه على اساس اننا نزيدو نتعرفوا نتقاربوا ونبغيو بعضياتنا ونديروا شي حاجه مستقبلا اللي هي رسميه ونعرفوا والدينا على بعضياتهم. وهو انا ذاك كان عايش في دوله اوروبيه وخدام فيها. انا صراحه واخا ما كانتش عندي ديك الفكره، المهم غادي نقبل، واخا الدومين ديالو كان زوين ولكن ماشي اللي كنت انا باغا بالضبط. حددت ليه ما غادي نقول لك لا وغادي نخليو الوقت هي اللي غادي تبين لينا، اذا حنا تفاهمنا الله يكمل علينا بالخير. وداكشي اللي كان، بقينا بحال هكاك مجموعين العام الاول العام الثاني، الحب والغرام، وهو شد لي خاطري. المهم دوك السنوات الاولى راكم عارفين ديال الحياه الورديه وكل واحد تيعطي ما في جهده باش انه يكون واحد الصوره زوينه عليه. بقينا غاديين على نفس الحال. انا كنت انسانه اللي هي قريبه من ماما بزاف وحتى من خواتاتي، يعني من الشهر الاول غادي يعرفوني بلي انني مع داك الشخص، ما كنتش كنخرج معاه لانه ما كانش في البلاد قليل اداجه. ماما في الاول ما رضاتش على هذه العلاقه خصوصا وانني كنت معاوده ليها عليه بلانه عزيز عليا وحنا اصدقاء، وخفت لانه ما يكونش المعقول وانه هذا الشيء يكون من بيناتنا غير سدواز ديال الوقت. خواتاتي حتى هما كانت عندهم نفس الفكره. المهم من الاول كان الخبار وسط اسرتي الصغيره منتشر. المهم بقيت غدا مزيان بعلاقتي مع داك الشاب، علاقه اللي كانت معقوله وما فيهاش حتى غرام ديال التبرهيش. واذا ذكرت هذه الكلمه حيتاش انا بالنسبه ليا العلاقه اللي فيها بزاف ديال العلاقات بحال انا كنعرف صحابو ويعرف صحباتي كتجيني غير ناضجه، انا تنعرفو هو تيعرفني فقط. كانت علاقه اللي نقدروا نقولوا عليها تقريبا مثاليه. غادي نحبس القرايه وغادي نعاود من جديد في شعبه واحده اخرى، خديت الدبلوم ديالي وخدمت في المشاريع ديال العائله، هو كذلك خدام وبدارو وبطوموبيلته حتى وصلت واحد المده اللي كانت صعيبه على العالم كله واللي هي كورونا. ولكن من قبل كنا صافي قررنا باش انه نديرو شي خطوه لقدام باش اننا نتجمعوا، ومع البعد كان خاصنا نبداو في الاجراءات باش يلا. المهم هو غادي يحبس الخدمه وهنا غادي يبداو نقاشات ما بيناتنا. بدات كتمشي كورونا وانا تنقول بلي انا صافي هذه هي الوقت، وبدينا كنطولوا وكل شيء ولات في خبارو. علاش اسيدي يا ربي راه كل شيء مزيان، غير انا تنقول فلان يلا نديرو شي خطوه راه يلا تيقول لي انا راه عندي مشاكل في الخدمه وراك عارفه والمسؤوليه. هو فعلا مسؤول على فرقه كبيره، ولكن تنقول بلي انه المهم شي حد اذا بغى شي وحده غادي يضحي بشحال من حاجه، وبالنسبه لي هذه شي حاجه سهله. ضربنا 5 سنين مع بعضياتنا تقريبا، واحد النهار قررنا في الشهر الفلاني بلي اننا غادي نديرو الخطوه. هو ماشي من النوع اللي تيبقى انه كيمضغ في الهضره، اذا قالها صافي سدي الموضوع ما تبقايش مصدعاني، غادي ندي على قد هضرتو. ونبقى كنتسنى داك الشهر حتى وصل وما قال والو ودار بحال ما قلنا والو. فاش وصلت قلت ليه فلان زعما بحال دوينا وقلنا اننا نديرو هاد الشهر شي حاجه. ديك الساعه كانت عنده الخدمه في دوله واحده اخرى، قال لي دابا انت ما لقيتي امتى تجبدي لي هاد الموضوع وانت عارفاني بلي انا دابا في صداع الراس ديال الخدمه وهذه وهذه. وسط هادشي كامل بلا ما نعاود لكم على نفسيتي كيفاش كانت، نفسيتي كانت محطمه بزاف ومكتئبه. انا انسانه بيتوتيه ما عنديش صحابات من غير ماما وخوتي، وغير ساده عليا من الخدمه للدار، وكنهز الطوموبيل ديالي وكنبدا كنبكي في شي قنت وكنرجع كنعس. هذه هي كانت حياتي، كنطيح وكنعاود نوض، وهو عنده طريقته باش انه كيرجع فيا الروح والامل نوعا ما. من مورا عاوتاني قلنا الشهر الفلان الفلاني بلي اننا غنديروا شي حاجه، توصل الشهر كيتعاود نفس الموضوع. بقينا في ديك الدوامه لمده 2 عامين، وانا وليت في نفسيتي راشقه ليا واحد 20% والباقيه ديما كنت ساكته وغامضه. انا تعلقت به بزاف لدرجه ما تصوروهاش. هو علاش حليت عيني وهو اللي بغيت وهو اللي طولت معاه بهذا المعنى، وليت في واحد المرحله انني ما نعيش بلا به وما يمكنش نشوف حياتي جهه واحده اخرى، حيت هو الوحيد اللي عرفت واللي سنوات بنيت معاه احلامي ومستقبلي. وصلت لواحد المرحله فاش بديت نقول فيها بلي انا صافي هادشي ما خصوش يزيد طوال، حيت انا مرضت وحتى ماما مرضاتني بالهضره الغير المباشره.
جاو قبل منك وتزوجوا وداروا الدراري. وهادشي باش كنت كنحس فعلا هو ان داك كان تيجي وكيمشي بزاف في العام وكنت نخرج معاه وعارفه ماما هادشي وكيشوفوا بلي انا وها هو جا وما جاش للدار. وانا كل مره كنبقى كنقول شنو غادي نقول لهم، لدرجه انني ما بقيتش كنفرح لما كنسمعوا تيجي، غادي نتازم وقلت ليه لا يزيد كثر. بدينا كنتناقشوا وانا دا هو المشكل ديالي، امتى تجي خلاص؟ هو تيبدا يقول لي ما خصكيش تاثري بشي حد، انت عارفه الواقع وبلي انا تنبغيك، صافي غير صبري معايا. شكون غادي يفهم هادشي وغادي يستوعبوا؟ اللي عارفين هما هو انه ميسور ومستقر ومهلي فيا والمستحيل كيديروا ليا وتيبغيني، فعلاش ما يجيش يدق الباب وتحبسوا هاد الخروج والدخيل؟ هضرت معاه واحد النهار وقلت له راه خاصنا نحطوا النقط على الحروف، وهادشي اللي عطى الله فلان. انا ما عندي ما ندير لك اميره، راكي كتعرفي بلي انني ما نقدرش ندير شي حاجه، نقدرش ندير شي خطوه اذا ما كانتش مدروسه، واذا ما نجحاش نوض ان نتسمى في الاخير بلي انا برهوش، وعارفه بلي انا نفسي عزيزه عليا. هو تيدوي وكلامه تيدخل من ودن وتيخرج ليا من ودن الاخرى. شنو دابا من الاخر ملي يتقاد كلشي يدير الله خير؟ اي واش غادي نقول لكم؟ بحال تكب عليا الماء طايب، قطعت وبديت كنخبط في فخاضي. شنو غادي نقول ماما اللي كيتسناو الشهر الجاي باش انا تكون شي حاجه؟ اشنو غادي نقول لخواتاتي؟ كلشي مع الوقت ولا عارف خباري، حتى خوالي ساقوا لي الخبار، عند بالهم بلي انه كان تعارف ما بين العائلات، كذبنا عليهم باش ما تكونش قوه الهضره. المهم لقيت راسي وسط واحد الحاله اللي ما نتمناها لتا شي حد، بديت كنضرب في خاضي وكنبكي حيت ديك الهضره اللي قال لي ومعا كنعرفو مزيان انه لا رجعه منها او لا فيها، ميمكنش تناقشي معاه مازال من موراها. بكيت وبكيت حتى شبات، هزيت ديك الساعه الطوموبيل ديالي. شنو غادي نقول لكم؟ غير ربي اللي حفظ. الطريقه باش كنت كنسوق راه كنت مغيبه جسد بدون روح، كيفاش وصلت لديك البلاصه ومشيت ليها؟ والله ما عرفت، كنت مرفوعه وما فهمش كيفاش مشيت وخرجت وعاودت رجعت للدار. غادي نمشي نقطع كلشي، حوايج غاليين، براسلي ديال الذهب غادي نهرسو على جوج، قطعت السلسله ديال الذهب لهاد الدرجه تفقص. بقيت كنقول بلي انا وصافي بلاش، واخا يبقاو هاد الحوايج وتوقع عندي شي معجزه باش انني نرجع معاه، صافي كرهتهم بقوه الانتظار ولا امل ولا حتى شي حاجه. بقيت كنبكي وكنقول بلي انا ميمكنش انا نقول لماما حيتاش طيبتها وخواتاتي ما بغيتش فيهم شي وحده انا تشفق عليا. وانا نتفكر بلي انه اميره راكي ما عندك حتى شي حد لي يسمعك ولا تشكي عليه بلا انك ما تنسي حتى شي حرف وبلا ما تقولي لا هذه حشومه من غير مولانا. هو اللي كان عندي في ديك اللحظه، غادي ندوش بالماء بارد، بردت صليت زوج ديال الركعات وبديت كنبكي على ربي وكنقول يا ربي يا ربي دير لي شي تاويل ديال الخير، يا ربي راه ما كايناش شي حاجه اللي غادي تفرحني في الدنيا لهاد الدرجه من غير هادي. كان عندي امل انني نتزوج به وكنت كنشري الحوايج وكنوجد، يا ربي راك انت اللي عارف. واللي بنت ليا كنفرح ليها وكنقول هادي ديالي، يا ربي راني ما تليت مازال باغا والو، يا ربي الحاجه اللي باغاها هي انك دير لي شي تاويل ديال الخير. لا غد ليه كان عندي موعد مهني، كنقول ما يمكنش انه نمشي انا بعيني منفوخين، وخصوصا انا بيضة غير كنوي باش نبكي كنولي حالتي وكلي حمراء. بديت كنقول يا سيدي يا ربي راني تنطلب منك غير نصبح مزيانه. اش غادي نقول لكم؟ صليت دوك زوج ركعات ومشيت نعست، فقت عاوتاني الفجر نضت كندعي يا ربي شي تاويل ديال الخير، وصدق الله العظيم مع الصباح نضت فطرت عادي وضحكه، واحد الضحك اللي تنقول سبحان مبدل الاحوال. غادي نزل عليا الله واحد البرود اللي كان في شي شكل. مشيت للموعد ديالي ورجعت وهزيت ماما وخرجت غديت انا وياها على برا. الخطه اللي كنت غاده بها انني وليت نقول صافي خلي هذا الشيء كيف ما هو، وراني عندي ثقه كبيره في مولانا انه ربي غادي يدير لي شي تاويل ديال الخير عاجلا. وسط هذا الشيء كامل كنت كنهضر معاه وكان شويه وكان واحد مع واحد شويه ديال البرود، كنت نحس براسي بلي انني ما رانيش فرحانه في هذه العلاقه، واخا هكاك ما كنتش كنخلي صلاتي، كنت مخليه صلتي مستمره بيني وبين مولانا هي باش كنت كنشكي عليه وكنعاود ليه. بالليل اذا كنت جالسه ما كاين ما يدار تنقول لا اميره نوضي راه ما خصكيش تبقاي بحال هكا، كنوض كنصلي زوج نتاع ركعات، وليت كندير نوافل وضبت على الفجر، ومباشره بديت كنبدل لباسي اللي ما بقاش معيق، وغادي طيح عليا واحد الايمان اللي كان في شكل. دازت تقريبا شهر عاوتاني بديت نقول يا سيدي يا ربي ما بغيتش نبقى مجرجره بحال هكا، يا ربي راني عييت حتى الامتى حتى لين، دير لي يا ربي شي تاويل ديال الخير. هذا هو الدعاء اللي كان في فمي. في ديك اللحظه بديت كنستوعب بلي انا هادشي اللي تيطرى لا راه ماشي عادي، ورجعت افكاري اللي كان وقع مع ماما وبابا واختي وبلي راه كاينه شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. انا وليت زدت جهدت
علاقتي مع ربي، واحد الاحساس اللي كان جميل جدا ولا اروع، انك تصلي وتشكي على الله بدون فاصله ولا نقطه ولا بروتوكول، لدرجه انه ولا تليفوني عباره على اذكار وادعيه. شنو ندير في قيام الليل؟ وكنطلب الله يا ربي اريني عجائب قدرتك في تيسير الامور ديالي يا سيدي يا ربي، خصوصا وانه عندي يقين ومتشبته باللي انه الدعاء يغير القدر. لقيت راسي كنتقرب من مولانا عن حب وماشي حيتاش باغا شي غرض. وليت كنرتاح وكنحس براسي بلي انني فرحانه باش انني نمشي نصلي ونبكي بحرقه، وكان سالي وكنرتاح. وهادشي كله تنديرو وانا ما عندي ولا ادنى امل في علاقتي مع داك الشاب. نهار على نهار تنحس براسي بلي انني كنتقرب من الله. بقيت غدا بحال هكا وسط هادشي كله من بعد لا قطعيا تاع داك السيد. تخيلوا غادي يدوي مع باباه وماماه وغادي يدويو لينا باش انهم يجيو لعندنا. والله ما كنت مستوعبه داك الشيء قسما بالله. الى اول حاجه درت هي بقيت كنبكي وطحت للارض. يا سيدي يا ربي شنو هادشي راني ما متيقاش، كيفاش وعلاش راني ما فهمتش. اول حاجه درت توضيت ولبست حوايجي نتاع الصلاه، هزيت تليفوني وبديت نقرا دوك ادعيه الشكر. يا ربي دابا راه ما بقات هضره، راه الكلام تقاد عليا. يا ربي واش هادشي كله درتي عليا حيتاش كنتي باغيني نتقرب منك؟ واش هذا هو كان الهدف؟ يا ربي صليت وتنقول يا ربي راني تنحمدك ونشكرك من ديك الساعه وقع شي احداث اللي راه ما يمكنش. كيفاش تيسروا بزاف ديال الامور والسيد ولا فجاه تيقول لي ما كاينش مشكل اللي بغيتيها نديروها ربي غادي ييسر كل شيء. الهضره ديالو تبدلات والطريقه نتاعو قبل ومن بعد سبحان الله. واخا نبدا نشكر في الله حتى نعيا غتبقى ديما قليله غير باش انه ينجيني من داك الغم. وحسيت بالقول نتاع فاستجبنا له ونجيناه من الغم، كانت بالنسبه لي شي حاجه اللي هي عظيمه. تيسرات لنا الامور، والدي جاوا لعندنا وكانوا راضيين عليا، والدي يعجبهم وكل شيء في لمحه بصر تحول لجمال ونور ونقاء وصفاء. وهذا الشيء كامل حيتاش ربي كان باغيني ندق بابو. هذا الشيء حكيته لكم فما كملاش نص ساعه، ولكن انا دوزت فيه سنوات وتعذبت فيه شهور ديال البكاء، ولكن النتيجه نساتني في كل شيء وعلمتني درس قوي انه ربي قبل كل شيء. انا غير كلكم، وهادي ما كنت عارفه، كنت عارفه من راسي من رجلي. كنت مريضه، كنت فابل بزاف بزاف بزاف، ولكن راه سبحان الله سبحان الله تنقولها وتنعاودها، انا راه طرات لي معجزه. انا راه دابا باقي في حلمه حيت داكشي كيفاش جاي وكيفاش غادي فريمون فريمون بيزار. ودابا ما بقيتش نبغي نفكر بزاف داكشي حيت دابا كيطيحوا لي لي كيسيون، داكشي اللي كان طاري لي واش نورمال واش ماشي نورمال، داكشي اللي كان طاري لينا حنا واش عادي واش كان شي ما عرفت الله اعلم. حيت في لحظه داك السيد هزيتي واحد وحطيتي واحد ولا ما عنده اعتراض على حتى شي حاجه، دونك هو كاين برا، دونك درنا لك. وانا دابا هو واخد خدا لي ابارتمون و اون اتوندون زعما نمشي معاه ونديرو فيت هكا اونتخ فامي. وصراحه مازال ما عرفناش شنو نديرو اكزاكتومون، ولكن انا في بريباراتيف. في انا دابا بين دارنا ودار زعما تاع ما بال دماغ وداري. نصيحتي للبنات هي وكلوا امركم الله اي حاجه بعيدا على لي غولاسيون، اي حاجه عاود ما تمشي تشكي على صاحبتك اللي تقدر تزيد عليك، شكي على الله، هضري معاه، خدي راحتك وتنوعدك تلقاي راحتك. انا كنت في واحد الحال اللي ما نتمنها لتحد، كان عندي اي حاجه ممكن تفرحني وما كنتش فرحانه، كانت الدنيا كتبان لي كحله، كنت في واحد الحزن عميق عميق جدا. ومالوغوزمون صراحه اوغوزمون خليت اخر حاجه نديرها هي توكل على الله، حيت هو سببي حتى انا وليت هكا وصلت لهذا الشيء اللي انا فيه دابا. نحمد الله وتنشكره ونبقى نحمده ونشكره حيت خرجت من ديك الحاله اللي كنت فيها، اللي كنت كنحس براسي صراحه ميؤوس مني بسبب الصلاه والالحاء في الدعاء وقيام الليل. ليه ثلاثه الحوايج ما خصناش نفرطوا فيهم وما صله الوصل بيننا وبين الله. تنتمنى اي وحده منكم ما تفرطش فيهم، واللي حسات براسها شدات الطريق من مورا هذا الفيديو تاعنا يا ربي كمل عليه بالخير. واخر حاجه اللي ما قداش على ريغولاسيون والأحسن من الأحسن ما تدخلش فيهم عن تجربة، فيهم كدو مال. كيف ما ديما كتقول أميمة هاد لي غولاسيون ربي ما كيكونش راضي عليهم، داكشي باش ما تنكونوش مرتاحين، داكشي باش ندوزو من دي بيريود لي خايبين. الحمد لله الحمد لله ربي دارني فيهم وربي خرجني منهم، الحمد لله على كل حال. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكاية أميرة يا سادة الكرام.
كنظن بلي انه العبره واضحه في هذه الحكايه وضوح الشمس، يعني ما عندي حتى شي حاجه واحده اخرى نزيدها، لانه القصه ديالها باينه وقالت كل شيء. اي وحده دابا كتشوف فيها وكتعيش شي ضيق وكتعيش شي الم، دقي باب مولانا، سيري عند مولانا، ما تفكريش شنو تقولي ولا اش بغيتي تقولي ولا اش من طريقه ولا، جلسي سجدي قلبك قايل كل شيء، سيري عند مولانا بقلب صادق وصافي، واخا يكون الماضي عندك كيف ما كان وحتى الحاضر. الباب الوحيد اللي ما كيتسد في وجهك هو باب ربي، طرقيه وما تخافيش. كنتمنى هذه الحكايه تكونوا استفدتوا منها، فدمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. ليلو ناسا ما كاينش اللي يقول لكم سلام سلام.